أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نساء غيرنا العالم. شخصية اليوم من أبرز رواد العمل الخيري في العصر الفيكتوري في بريطانيا، كانت أثرى امرأة في بريطانيا أنفقت معظم ثروتها على الأعمال الخيرية، كان لها العديد من الإسهامات الإنسانية، نالت رتبة النبلاء ووسام حرية مدينة لندن، وتم تضمين صورتها في جدارية النساء البطلات. انقرضت البارونية بوفاتها، إنها أنجيلا بورديت كوتس. ولدت أنجيلا بورديت في 21 من نيسان في عام 1814، كانت فاعلة خير بريطانية، هي ابنة ألسير فرانسيس بورديت البارون الخامس وصوفيا كوتس ابنة المصرفي توماس كوتس. أصبحت أنجيلا واحدة من أغنى النساء في إنجلترا عندما ورثت ثروة جدها البالغة حوالي 1.8 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 170 مليون جنيه في وقتنا اليوم، بعد وفاة زوجة جدها هاريوت بيوكليرديك دوقة سانت ألبينز. كانت أصغر أشقائها الستة، تلقت تعليمها في مدرسة ويستمنستر، انضمت إلى ألقاب والدها وجدها بترخيص ملكي لتصبح بورديت كوتس، ويقال إن إدوارد السابع وصفها بأنها المرأة الأكثر تميزاً في المملكة المتحدة البريطانية. أنجيلا بورديت كوتس معروفة على نطاق واسع أنها أغنى وريثة في إنجلترا، كانت جامعة للوحات بما في ذلك الأساتذة القدماء، ومن بين اللوحات المعاصرة التي اشترتها كانت لوحة روبرت سكوت لودر وبعنوان المسيح يمشي على البحر. ألقس ريتشارد هاريس بارهام في قصيدته جزء من أساطير إنجولديسبي، كتبها تحت الاسم المستعار توماس إنجولديسبي لتتويج الملكة فيكتوريا، أشار إليها باسم الآنسة أنجيلي كوتس، أي إلى أنجيلا، فأصبحت موضع فضول الجمهور، وتلقت خلال تلك الفترة العديد من عروض الزواج. أنجيلا هي من أبرز رائدات العمل الخيري في العصر الفيكتوري في بريطانيا، أنفقت معظم ثروتها على الأعمال الخيرية بما في ذلك المنح الدراسية والتعليم وتأسيس منزل للنساء الشابات الخارجات عن طاعة المجتمع. ورثت عن عائلتها المنزل الريفي في هولي لودج إستيت في هايج جيت، والذي كان حينها خارج لندن مباشرة، فاشتهرت بإقامة حفلات الاستقبال فيه.
أمضت أنجيلا كوتس جزءاً من كل عام في قاعة إهرين بيرج في توركوي مع مربيتها السابقة ورفيقتها اللاحقة هانا براون، والتي كانت مكرسة لها. فعندما توفيت صديقتها في سنة 1878، كتبت أنجيلا في مذكرتها أنها سحقت تماماً لفقدان صديقتها رفيقة حياتها وأشعة الشمس فيها لمدة 52 عاماً. عندما بلغت 67 من عمرها، صدمت المحيطين فيها بزواجها من سكرتيرها الأمريكي ويليام ليمان أشميد بارتليت، والذي أصبح عضواً في البرلمان عن ويستمينستر في 12 من فبراير سنة 1881. غير زوجها الجديد لقبه إلى بورديت كوتس بسبب تولده في أمريكا، ولكن تم تفعيل بند في وصية جدتها يمنع ورثها من الزواج من مواطن أجنبي، وبالتالي خسرت أنجيلا بورديت كوتس 3/4 دخلها لأختها. أصبحت أنجيلا رئيسة جمعية النحالين البريطانيين ورئيسة لجنة السيدات في إنجلترا، وكانت الأنثى الوحيدة الراعية لكلية كوينز الطبية في برمنغهام التقويم الجامعي. تم بناء سوق أنجيلا كوتس لبيع منتجات التجزئة والجملة، والذي افتتح في عام 1869، كما صنعت نافورة الشرب للبارونا بورديت كوتس في فيكتوريا بارك. قامت أنجيلا أيضاً بمساعدة الفلاحين الأتراك واللاجئين في الحرب الروسية التركية في سنة 1877. حصلت على وسام المجدية ودعمت مخططات الإسكان للطبقة العاملة على غرار شركة المساكن النموذجية للمعاصرة، وكذلك اتحاد مدارس لندن. دعمت أنجيلا مدرسة خياطة للنساء عندما تراجعت تجارة الحرير ومنظمات الدعم للسكان الأصليين في أستراليا. قامت أيضاً بتعزيز صناعة صيد الأسماك في إيرلندا من خلال المساعدة في إنشاء المدارس وتوفير القوارب، كما تقدمت بمبلغ 250,000 جنيه استرليني سنة 1880 لتزويد بذور البطاطس للمستأجرين الفقراء. ساهمت بإلحاق المئات من الأولاد المعوزين بسفن التدريب للخدمة البحرية والتجارية. قامت بتمويل المسح العسكري الأول للقدس عام 1864 لتحسين الصرف الصحي فيها. لقد كانت مؤيدة لمعهد الساعات البريطاني ومؤيدة لجمعية توريد القطن، وساهمت بمبلغ 500 جنيه استرليني في عام 1870 لتلك المنظمة.
اشترت أكثر من 100 مخطوطة يونانية، نصفها من جانينا إيبريبوس عام 1864، ومن ثم نقلتها إلى إنجلترا وقدمتها لمدرسة ألسير روجر تشولميلمي ومدرسة هايغيت. كتبت مزولة بورديت كودز التذكارية بتكليف من كنيسة سانت بانكريس القديمة، تسرد أسماء العديد من الأشخاص الذين تم استخراج جثثهم من باحة الكنيسة لإفساح المجال لسكة حديد ميدلاند. تم إنشاء قرية هولي، أول مجتمع مصور في هايغيت لندن، وهو موقع مدرج من الدرجة الثانية. في عام 1871، وتقديراً لعملها الخيري، منحتها الملكة فيكتوريا رتبة نبلاء بحكم القانون بصفتها البارونة بورديت كوتس من هايغيت وبروكفيلد بمقاطعة ميدلكس. في عام 1872 أصبحت أنجيلا أول امرأة تحصل على وسام حرية مدينة لندن في قاعة جالد هول، وبعدها بعامين أصبحت أول امرأة في إيدنبري تحصل أيضا على وسام حرية تلك المدينة. أهدى لها تشارلز ديكنيز روايته مارتن تشولزيت، وكان لها العديد من الأصدقاء الملكيين والبارزين. خصصت أنجيلا ثروتها للعديد من الجمعيات الخيرية المرتبطة بكنيسة إنجلترا والمستشفيات والمدارس وإغاثة الفقراء والأطفال والحيوانات. تبرعت بمبالغ ضخمة لتخفيف الفقر في إيرلندا، وأعطت قارب نجاة لمؤسسة RNLA، كما دعمت صديقها تشارلز باباج لتطوير أول جهاز كمبيوتر، وهبت أسقفيات في جنوب إفريقيا وأستراليا تقديراً لأعمالها العظيمة. توفيت أنجيلا بورديت كوتس بسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد في منزلها في بيكايديلي يوم 30 من ديسمبر عام 1906. لم تترك أي قضية وانقرضت البارونية بوفاتها. تم اتخاذ الاستعدادات لدفن رمادها، وأيضا تم تضمين صورة لها في جدارية النساء البطلات التي رسمها وولتر بيستارمر، والتي تم كشف النقاب عنها في عام 1921 في كنيسة سانت جود أون ذا هيل في ضاحية غاردن في لندن. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية حلقة هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد في الأسبوع القادم مع شخصية امرأة كان لها بصمة عبر التاريخ.